FM. الكل مليك. سيرجعوا ونبداو بجريدة الصريح. وطبعا على اون ساعات مع الرئيس سي الباجي للصريح، اذا انا ما نعملش قانون المصالحه ما يعملوا حتى حد بعدي تقريب. دونك زياد الحاجه يكتب لكم من الاردن، هذا الحوار كان اجراه الصحفي زياد الحاجه من الاردن في زياره الرئيس الى هذا البلد، ويقول فيه سي الباجي على اون كما قلنا اذا انا ما نعملش قانون المصالحه ما يعملوا حتى حد بعدي. وزاد كلمة حلوة ياسر، راني ما شاورت حد. هذه مبادرة من رئيس الجمهورية، لأنه رئيس الجمهورية ورئيس الدولة بنص الدستور مسؤول على الوفاق الوطني، ويأخذ مبادرات قانونية يطرحها على مجلس نواب الشعب باش ترجع الوشائج والعلاقات بين مختلف الأسر التونسية، بين رجال الأعمال والنقابيين وغيرهم من المسؤولين، باش نبنيو مصالحة وطنية. يعتبر سي الباجي في الحديث نتاعو مع الصريح اللي هذا من أوكد الحاجيات باش بعد 5 سنين من الثورة تقريبا، 5 سنين اليوم قريب بدينا نوصلوا لها، بعد 5 سنين من الثورة نسكروا ملف الماضي، إذا طبعا إذا اللي استولى على المال العمومية رجحها ساعة. ما تمش اي برا كنا اخوين والسماح، ما تمش لا يرجع الاموال العموميه اللي استولى عليها ولا الاموال الجبائيه اللي ما خلصهاش الواجبات الجبائيه نتاعو، ويرجع معناها هي شنو تتنحى الملاحقات القضائيه. برشا ناس قاعدين من رؤساء شركات من رؤساء مؤسسات، هذه تو نرجعونها بصفه مدققه يوم في الايام القريبه القادمه باش نشوفوا هالخلفيات نتاع قانون المصالحه على ارض الواقع، مش في النظريات السياسيه ولا في المشاحنات الحزبيه. بحيث حديث مهم حول الموضوع هذايا وحول زيارته للاردن طبعا تناولها، وصالح الحاج صاحب رئيس الدولة إلى الأردن وحضر معناه مختلف في المراحل. بالطبيعة ما دخلش في المحادثات مع بين الرئيس قايد السبسي والملك عبد الله اللي هي محادثات رسمية وسرية دائما، لأنها تناولت الملفات العسكرية والأمنية. كاب اف ام الكل مليك.